بإمكانيات بسيطة وفي أماكن متواضعة تلتقي الجهود الشعبية لدعم الحملات الأمنية في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج التي شهدت خلال الأسابيع الماضية حوادث واعتداءات على سيارات المسافرين أودت بحياة أربعة منهم وسلب سيارات وممتلكات، وهو ما رفضه الأهالي وخرجوا ضده بحملة مساندة لجهود الأمن. نحن قمنا بالحملة الشعبية لدعم الأمن والاستقرار في المديرية نتيجة للظروف الملتهبة في أوضاع الحرب اللي مستمر علينا بقذائف الصواريخ والكاتوشة على هذه المديرية. تقول هذه القيادات المحلية أن الطريق الواصل بين المحافظات عبر طور الباحة يجري تأمينها حاليا، وتقام على امتدادها نقاط أمنية وتفتيشية لملاحقة المتهمين بالتقطع. تم ضبط مجموعة من المتقطعين ويدعم سجن طور الباحة، ولكن هناك سجن لا توجد أو سجن غير مؤهل، كون السجون في المحافظة غير موجودة، تم تدميرها في أثناء الحرب. تمكن السلطات المسنودة بالحشد المجتمعي من تأمين طرق المديرية أمام المسافرين القادمين من مختلف مناطق البلاد، من شأنه إعادة النشاط إلى مركز المديرية وإعادة الحركة التجارية البسيطة التي تشهد ركودا بسبب عمليات التقطع. وتمثل الطريق شريان اتصال بين عدد من المحافظات التي تأتي في صدارتها تعز ولحج وعاصمة البلاد المؤقتة عدن.